أكدت معطيات صحفية أن الكاتب الأول للحزب الاتحادي الاشتراكي للقوات الشعبية دريس الشقر رفض تزكية البرلمانية البارزة في الحزب حنان رحاب، إضافة إلى النائب البرلماني إمام شقران رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. واستغرب المتتبعون للشأن السياسي والحزبي في المغرب من توجهات قائد سفينة حزب الوردة الذي رفض تزكية أبرز البرلمانيين في الفريق الاتحادي بمجلس النواب، وفضل المراهنة على الوافد الجديد من الاتحاد الدستوري البرلماني المثير للجدل عبد الله العلوي الملقب بملمصطاج الذي شغل مهمة المنسق الجهوي للاتحاد الدستوري بشفشاون والمحكوم عليه سابقا في قضايا لها علاقة بالاتجار في المخدرات. وحسب ذات المعطيات فإن رفض الشقر لتزكية كل من رحاب وشقران فجر سقطا عارما داخل المكتب السياسي لحزب الوردة، خاصة أمام تزكية الوافد الجديد من الاتحاد الدستوري ملمصطاج الذي جر عليها الشقر سخرية كبيرة على الحزب. ويأتي رفض الشقر لتزكية هذين الاسمين في وقت كانت فيه الاتحادية حنان رحاب حاضرة بشكل قوي خلال الفترة التشريعية الماضية من خلال مجموعة من الأسئلة الجريئة والمداخلات في مجالات متعددة، خاصة منها الملفات الساخنة، إضافة إلى إسهاماتها الموثقة عبر مداخلات مكتوبة وفيديوهات مصورة في جلسات تشريعية للمصادقة على القوانين. وكان النائب البرلماني عبد الله العلوي الملقب ملمصطاج قد التحق رسميا بحزب الاتحاد الاشتراكي، مما جرى عليه موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعربت عدد من التعاليق عن رفضها ما سمته بالترحال السياسي هذا الأخير، حيث أوردت أن ملمصطاج تردد على حزبين في ظرف أقل من شهرين ليحط الرحال الآن بحزب دريس الشقر الكاتب الأول لحزب الوردة. وكان البرلماني المثير للجدل قد غادر الحزب الاتحادي الدستوري في يونيو 2021 ليلتحق بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ويغادرها ليلتحق الآن بالاتحاد الاشتراكي، حيث يرجح أن تتم تزكيته باسم حزب الوردة للانتخابات التشريعية بدائرة شفشاون. وكان عبد الله العلوي يشغل مهمة المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري بشفشاون قبل أن يغادر الحزب بحثا عن سقف حزبي جديد للترشح للانتخابات. وسبق لملمصطاج أن أثار موجة من السخرية عليه داخل قبة البرلمان سنة 2018 بعد عزه عن طرح سؤال شفوي على وزير الصحة حسن الوردي بخصوص وضعية المستشفيات بالإقليم، حيث أبان عن مستوى ضعيف في التواصل ليلتحق مؤخرا بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. المشاهد تي في، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.